أنصف المرأة تسعد الأمة، كلام لهدى شعراوي الناشطة المصرية بمجال حقوق النساء وأول من طالب بتحرير المرأة. مرحبا. بكل حلقة عم نتناول موضوع بطال المرأة وكيفية التعاطي معها ومن قبلها، وخصوصاً خلال الأزمات والحروب. اليوم رح نتناول قضية الاستغلال الديني للمرأة من قبل المجموعات المتطرفة، ورح ندرس هالظاهرة انطلاقاً من الحرب السورية اللي انتهت بتكوين نوع جديد من العلاقات الإنسانية، أدخلت المجتمع بصراع حول الهوية الدينية والسياسية والاجتماعية والطائفية والمحلية. هالصراع تجلى بسيادة نمط شمولي واحد، عطى نفسه امتيازات حاول من خلالها فرض سلطته على كامل المجتمع السوري. وبعني بهالنمط سيطرت الجماعات المتشددة دينياً اللي استبدلت فكرة الدولة الديمقراطية بفكرة الدولة الإسلامية. وعلى الرغم من الصور المتعددة للتناقضات والصراعات العنفية بالمجتمع السوري، اللي بهمنا بهالحلقة هو التوقف عند الدور اللي أنيط بالمرأة بظل هالجماعات المتشددة. فتجربة الحرب دفعت بالمرأة إلى نوع جديد من الخبرات والتفكير والاهتمام، أنتجت بدورها مهام وظيفية جديدة تسعت لاحقاً لتاخد طابع عنفي أكبر. من هون رح نحاول تقديم تفسير بيكشف حالة الغموض اللي لفت مشاركة المرأة بأعمال عنفية، لنكشف بالتالي عن عالم له أبعاد جديدة بعلاقتها بذاتها وبالآخر وبوجودها. رغم قلة الدراسات اللي بتتناول وضع المرأة الجديد بالحرب، من الطبيعي ببداية طرح الموضوع أنه يبقى الشخص محتار لما ينحكى عن مسألة العنف أو الأدوار العنفية اللي ممكن تلعبها المرأة. ولكن إذا أجرينا نوع من التأمل أو إذا طرحنا الموضوع من زاوية فلسفية، بتصير هالقضية اللي بيحيط فيها الضباب والاضطراب والحيرة أكثر تحديداً ووضوحاً، وبالتالي ممكن الوصول لفهم الأسباب والدوافع وراء هالممارسات العنفية للمرأة والكشف عن تجلياتها بالواقع المعاش بمحاولة منها لإلقاء الضوء حول كيفية تجاوزه عبر الوعي بضرورة تحرر المرأة من القيد الداخلي والخارجي الأقوى والأكثر طمساً بزمن الحرب. وبعني هون مثل ما سبق وذكرنا العنف اللي أعاد تشكيل عالم المرأة بأساليب مختلفة جديدة بين هلالين، لأنه عادة الجديد بيكون بغالبية الأحيان إيجابي. السؤال الأساسي اللي رح نحاول نجاوب عنه بهالحلقة هو كيف ممكن التمعن بهالظاهرة وشرح مظاهرها المتعددة وآلياتها وخصائصها؟ إذا حاولنا النظر لطبيعة دعوة الجماعات الدينية المتشددة للمرأة بضرورة المشاركة بالحرب تماماً كالرجال، منشوف وبوضوح أنه هالدعوة تنطوي على تحويل المرأة لاستثمار ديني اجتماعي سياسي. وبالتالي وللأسف نحن مش أمام دعوة للمشاركة بالنضال من أجل الحرية والمساواة بين الجنسين، أو أمام عمل جدي من أجل بناء مجتمع ديمقراطي تسعى من خلاله المرأة لتحقيق استقلالها الثقافي والديني والاجتماعي والسياسي. إنما نحن أمام ظاهرة عم تحاول تلغي كل أشكال الوجود الخصوصي للمرأة. ما في شك أنه تهديد الحرب خلق الفرصة والحاجة والمبرر اللي أكسب هالدعوة مشروعيتها من خلال التستر خلف فتاوى المرجعيات الدينية للجماعات المتشددة ليعيدوا شرعنة الأحكام الخاصة بالمرأة، ليحددوا موجبات أفعالها العنفية، ولتغيير كامل نظام المحظورات الاجتماعية والدينية الثقافية اللي كانت تفرض على المرأة ببنية المجتمعات وتحديداً العربية. تعرفوا معي على هدى بيطار وعلى شهادة حياتها يلي كتار من النساء المعنفات خلال الحروب عاشوا هالاختبار. أنا هدى بيطار من سكان حرستا. كنت عايشة بحرستا لي 15 سنة، تزوجت وسكنت بحرستا. يعني حرستا كتير كانت حلوة، هي منطقة أمنة وأحلاها وشعبها كتير حلو، كنت كتير مبسوطة هونيك.
كنا مع الجيران أمان وروحات وهيك ونطلع ونفوت، أولادي كنت مأمنة عليهم يطلعوا يفوتوا، كنا كتير مبسوطين، وجوزي كان هنيك مرتاح وهيك وأمان، كنا قاعدين ببيتنا والحمد لله. جبت 3 أولاد، عندي 3 بنات، أولادي الحمد لله كانوا مبسوطين وهيك، شو ما بدن موجود. أول شيء ب2011 وصلت الأزمة، ما كان في شيء، يعني كان في مسلحين وهيك، بس ما كان عادي إنه نمشي بالطريق ما يحاكونا، ما في شيء عادي أبداً أبداً، لأنه من أهل المنطقة. بس وقت صار في غريبين من برا، من جوا، من برا حرستا، صار كتير صعب، صاروا يطلعوا علينا، صاروا يحكوا، يعني أنا أول مرة صار يراقبوا البيوت، أنا أولادي كانوا يروحوا على المدرسة وجوزي يروح على الدوام، على فترة صار يراقبوني، أنا تمت لحالي بالبيت. وصار يراقبوا انه انا كنت لحالي، قمت انا كثير خفت وقت اتصلت بجوزي قلت له هيك هيك، قام قال لي هلا بتنزلي، صرت اقعد بالجناين مشان ما اقبل لحالي. بتحكي معي جارتي بتقول لي بسرعه تاخذي اغراضك لانه السلحين صار تحت والدنيا قامت وقعدت. جينا على البيت ما عرفنا شو بدنا ناخذ، ما اخذت شيء الصراحه. جوزي قال لي ما في داعي تاخذي يومين وبنرجع، عطونا احنا بنروح يومين وبنرجع. طلعنا بديك الايام ما عاد رجعنا لمده تقريبا 10 ايام، قالوا لنا الجيش روحوا شوفوا جيبوا اغراضكم البكن تاخذوا. فتنا نحن فتنا ورحنا نشوف بيتنا ندور على البيت، ما لقينا البيت، لقينا البيت واقع. يعني وقت اللي شفنا منظر البيت واقع، يعني انا وجوزي انهرنا، لك بكينا ما عرفنا شو بدنا نساوي، يعني جوزي كان راح فيها، لك ما عاد حكى ابدا، تم 3 أشهر قاعد بالبيت. قلت له خلص البيت عمره انت اولادي بخير والحمد لله ما حدا اذانه، كتر خير الله، يعني شو بدنا نساوي؟ هيك الله بده، كتر خير الله، هم ما حدا لا فات علينا ولا اذانه. انطلاقا من كل المعطيات اللي حكينا عنها، منتوقف عند بعض المظاهر والسمات للممارسات العنفيه للمراه واللي بتستدعي الانتباه. اول مظهر من مظاهر العنف اللي بيتجلى بسلوك المرأة هو العنف الإيديولوجي الديني المنطوي على إرادة القتال، ومش ممكن فهم سلوك المرأة بهيدا الوضع خارج المعتقد الديني اللي بيجعل من العنف مترجم لإرادتها، وبيتجلى أيضاً بالتجربة الذاتية للمرأة بوصفة ذات معينة عم تنتهك حرمة الذوات الأخرى بالعالم الخارجي أو العالم المحيط فيها. من هون لابد من الإشارة إلى أنه لا يمكن إلنا الاستهانة بأعداد النساء الجهاديات المنخرطات بصفوف الجماعات المتشددة، ولعلها المظهر العنفي الجهادي اللي مارسته وعم تمارسه المرأة بظل الجماعات الدينية المتشددة كان أسوأ أنواع العنف الممارس من المرأة ضد المرأة قبل كل شيء. هالأمر تجلى بالدور الرقابة والعقابة اللي تولته الجهاديات تحت مسمى الشرطة الأخلاقية النسائية والمتمثل بكتاب الخنساء على سبيل المثال. أول تنظيم نسائي مسلح بسوريا كانوا يلبسوا الزي القتالي الإسلامي، حيث بتتولى المرأة بهالكتائب بنفسها كل عمليات الاعتقال والتعذيب اللي كانت تمارس وربما لازالت تمارس. هيك ظهرت المرأة بصورة غريبة لطبيعتها اللي خلقت وهي بتحملها، ظهرت على نحو ببرر العنف من دون أي حد لممارستها العنفية هيدي. وبهالمظهر العنفي بيبقى فهم المرأة لذاتها أولاً باهت ومضطرب، وهي بتتعرف على ذاتها فقط على إنها بتمتلك هوية صارمة بتحاول من خلالها إنه تتطابق مع النموذج الديني المنصوص عليه للجهاديات اللي عليهم واجب مشاركة الرجال بالمهام القتالية كواجب شرعي ديني بالدرجة الأولى مثل ما سبق وذكرنا. من هالمنطلق العنف اللي بتتشارك فيه المرأة مع مثيلاتها من المقاتلات أسوة بالمقاتلين الرجال بينطوي على إرادة مباشرة بالقتل عبر استعمال القوة، وبالتالي إلحاق الأذى والضرر بالآخرين. أيضاً وأيضاً الممارسات العنفية للمرأة بظل المقدس الديني أكسب دور بطبيعة بتحاكي الدور الموكل للرجل أثناء الحرب. وهون في محاولة واضحة لإخفاء العنف اللي بتمارسه المرأة
مجدداً خلف فكرة زوال الاختلاف بينه وبين الرجل. رح أترككم تتابعوا القسم الثاني من شهادة هدى بيطار. بالصدفة الله قريبنا بيلاقينا ميسألوا وين مرتك يا مدبر عبيت؟ قام قال له أن إحنا عنا بيتنا مرتنا قعدكن إنا كتر خير وقعدنا 6 أشهر وما قصر معنا داقت في الدنيا صار وضعه صعب إنه طلعنا واستأجرنا بيت. هلا نحن قاعدين بالاجار بس الناس ما رحمتنا، ما حدا عم يرحمنا. يعني صاحب البيت بيعرف انه وضعنا بنوب بس ما عم يرحمنا. يعني اجار بيت كثير غالي وجوزي لحاله مشتغل. صعب انه ولد يطلب مني شغل، يلا ماما معلش بعدين دني. يعني صحيح بيقدروا بس ايام بتحسيهم كثير زعل، بيقول له ايام يا ريت نرجع على بيتنا. بحس انه هرب معنا، يسوع داخل واقف معنا. وأنا في جمعية أنا كنت ببيتنا بحرستا ما بروح على الكنائس، يعني قليل وهيك، بس صدقيني هلا بعد ما تهجرت بجوز إنه هيك الله بده، بجوز مشان واحد يقرب لربه أكثر. أنا في أخوي بيجتمع عندهم كثير كثير مرتاحة معهم. قادر على كل شيء وماسك بزمام أمور حياتنا وماسك بزمام أمور العالم. بغفر لأنه يسوع علمنا التسامح، المحبة، الغفران. مشان هيك بدي أغفر، لأنه نحن ديننا دين تسامح ومحبة، ما عندنا حقد، ما عندنا كراهية. يعني هلا إذا بشوف اللي مثلا اللي ساوى بهيك بسوريا أو اللي وقت نزلني بيتي مستحيل يعني أعمل شيء، تسامح، بقول الله يسامحه. أنا شو ساويت لك لحتى مثلا هيك ساويت فيه؟ دمرت عيلتي كلها، يعني مستقبلنا كله راح، يعني الحلم كله راح، المستقبل كنا مثلا لقدامنا بناتي شو مستقبلهم كله راح، ما عاد في مثلا شو بدك تفكرين، شو بدك تساوي لأولادك، شو بدك تعملي، ما عاد في شيء. بس بقول الأمل موجود، لو الأمل الحياة كان واحد من زمان يعني نهار تعب، بس أنا بحس إنه في أمل، في حياة، في تفاؤل، لولا هيك ما فينا نعيش، لولا التفاؤل والحياة. أول ما طلعت بالسدي أنا على طول حسيت إنه الله معنا، يسوع واقف معي، لأنه عن جد مع إنه راح البيت صحيح بكيت على البيت، بس قلت يلا الحمد لله هون فدت أولادي وجوزي، بس الحمد لله إنه نحن بخير. بس بحس من جوا عن جد، يعني حتى أولادي بيقولوا لي تم، أقول أنا أقول الحمد لله، نشكر الرب، نشكر الرب على كل شيء. حتى أولادي بيقولوا لي أمي ليش؟ قلت له الحمد لله إنه واقف معنا ونشكر أنتم، ما صار كل شيء. من الضروري ضيف وقول إنه انعدام الفروق والاختلاف ما بين المرأة والرجل بيجعل من العنف فعل تراجيدي للمرأة، بتروح من خلاله لممارسات وسلوكيات إلى طبيعة ذكورية بدرجات متفاوتة، ومن هون زوال الاختلاف والفروق بيساعد على توزيع الأدوار بالحرب وبيجعل المرأة خاضعة لقيم الذكورية بشكل غير متكافئ. هالأمر بحول العنف من حالة لا عقلانية إلى رغبة حقيقية لدى المرأة وموضوع إرادي لمنافسة الرجل، وبالتالي بتفقد المرأة نفسها ووجودها الخاص بسبب ما يسمى جهاد مقدس بيحولها إلى كائن ضائع وضحية من ضحايا الحرب. ظاهرة تانية خطيرة بتم من خلالها استغلال المرأة للقبول بخوض غمار الحرب كمقاتلة ومجاهدة وممارسة للقوانين وتطبيقها على النساء الأخريات أو حتى على الرجال، وهي إشباعها بفكرة الفوقية اللغوي وحتى الدينية. كيف؟ هيدا المفهوم بزمن الحرب بيستمد مشروعيته من الانتماء الاعتقادي الديني والاجتماعي والثقافي، بوصفه شكل من أشكال الحضور اللي بيفرغ المرأة من كل مظهر للتعدد والتنوع والاختلاف بمحاولة لاستنساخ تجربة قديمة يعاد إنتاجها بصور جديدة، لأن هالمفهوم بيكشف عن موقف معين بيتخبى خلف فكرة المقدس الديني اللي بيحدد العلاقة بين المرأة ومثيلاتها من النساء مع اختلاف التوجه الإيماني وبطريقة عنفية بالواقع، وهي متمثلة بممارسات سلوكية ذات طبيعة إقصائية استبعادية ومن ثم إلغائية بتحاول مصادرة حق الآخرين باختلاف والتنوع وحتى الحق بالحياة.
وهالشي تجلى بمظاهر متعددة أفرزت تميزات رمزية كبيرة، منها تميز ما بين المرأة المؤمنة والكافرة أي الجهادية المقدسة مقابل المدنية المدنسة. ومن الواضح أنه نحن بصدد إعادة إنتاج تاريخ خاص جديد للمرأة بيميز العلاقة ما بين الرجل والمرأة من جهة، وما بين المرأة والمرأة ذاتها، مش على أساس التساوي بالكينونة وإنما على أساس المفاضلة بين الاثنين. ومع ذلك وعلى الرغم من هيدي التميزات بالعلاقة، إلا أنه الحقيقة بتشير بحقيقة الأمر إلى رغبة من قبل الرجال بالجامعات المتطرفة بتحديد وجود المرأة الجديد بوصف وجود عرضي تابع للرجل وخاضع له بالواقع الفعلي اللي تضمن نوع من القهر والنظرة السلبية الدونية للمرأة. وبالتالي هو مظهر من مظاهر العنف أيضاً، بيعكس نوع جديد من الاضطهاد وإن كان بصورة جديدة. تحضيراً للختام، ما فينا إلا نقول إن العنف ذاته بيتحول من وصفه تجربة نفسية وطاقة عدوانية كامنة عند المرأة لفكرة عقائدية تتجلى بحالة من التقديس الإيماني المطلق. وبالتالي بيتظهر سلوك المرأة العنفي على أنه فعل مقدس، وبالتالي بتصير المرأة جزء من منظومة دينية ثقافية سياسية اجتماعية تتلائم مع التصورات المتشددة للجماعات الدينية ضمن الأعراف الاجتماعية، وبتتم ممارسات العنف الجنسي بإطار موقف فكري عام بيتم فيه اعتبار الجنس فعل مقدس. ومن الواضح أنه المعرفة اللي بتمتلكها المرأة عن نفسها هون هي معرفة مرضية غير واقعية، وبالتالي بتكشف عن ذاتها لا ككائن إنما كمجرد شيء من الأشياء. هالشي بيخلي المرأة تصير إرادة مسلوبة وبتشارك بظاهرة سلبية تخضع فيها لسلطة بتشرع لنفسها التحكم بمصيرها تحت مسميات دينية. أخيراً وعلى الرغم من إمكان تحديد الممارسات العنفية للمرأة بمظاهرها المتعددة، أكانت المتجلية بفعل القتال وزوال الاختلافات والفروق بينها وبين الرجل أو على مستوى الفوقية على غيرها من النساء أو لجهة اعتبارها شيء مسلوب الإرادة، بخلينا نستنتج أنه كل هالمظاهر بتعكس بالنهاية خضوع المرأة لكل أشكال الاستغلال والانتهاكات الجسدية والروحية والنفسية. وهلأ بودعكن، انطروني بمعلومات ومواضيع جديدة عن المرأة والحروب بحلقات مقبلة من نساء وحروب.